طيب الشق الثاني وهو شق متعلق برساله الكابتن محمود الخطيب للمستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي للنادي الاهلي وايضا اللاعبين والجهاز الفني الرساله في مضمونها ومحتواها فيها تفاصيل مهمه لكن صداها كان كبير جدا سواء في غانا او في جنوب افريقيا او حتى في شرق القاره الافريقيه لان كان فيها كلام مهم جدا عن مدرب افريقي بيقود النادي الاهلي في التفاصيل نتابع ما ذكره الكابتن محمود الخطيب واهم تصريحاته ورسالته للجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي خلاص الانجازات دي خلصت واللي جاي ايه بقى هنا عندي رساله للجهاز والكابتن سيد واللعيبه يمكن انا احيانا ممكن ابقى يعني قاسي شويه في حاجه لكن ده من حب ليهم ومن خوفي عليهم عشان كده الفتره اللي جايه محتاجه ازاي ننسى ما حدث من بطولات خلاص خدنا فتره وننسى ما حدث ونبتدي بدايه قويه جدا اهمها لان احنا قادرين على ده اهمها يكون القلب والروح روح الفندله الحمراء عندنا جهاز فني عالي جدا عندنا مدير كرة عالي جدا عندنا جميع العاملين طبيا وعاملين واداره كل دي مستويات عاليه ومجموعه لاعبين يملكوا قدرات عاليه جدا التوليفه دي بقى محتاجه الانطلاق القوي ان شاء الله محتاجه انطلاقه قويه اهمها الروح الفنيه الحمراء مع طبعا القدرات الفنيه اللي مع جهازهم الفني ونحن وجمهورنا منتظر منهم ان شاء الله المزيد في هذا في هذا الامر